ما احنا قلنا في خبر بايدن قاله قال ان حماس لو اطلقت سراح الرهائن انا هوقف الحرب واضغط على اسرائيل. بس هل تستجيب حماس ولا يضغط على اسرائيل؟ لان لو وقفت الحرب نتنياهو هيتشاف، ونتنياهو لا يمكن يوقف الحرب. فما تقوليش ان هم دي وجهه نظر برضه، يعني انا عايز اقول ان دي لا ولا وجهه نظر. هو نتنياهو مستمر بالاسرائيليين نفسهم بالانتخابات الاسرائيليه يا استاذ هاني، هو ده تخمين قد يكون حقيقه او لا. يا استاذ الفاضل احنا في وقت ما ينفعش فيه الكلام ده يا استاذ عادل. نتنياهو في خطر، ومجرد انا ما يهمنيش نتنياهو، انا يهمني الشعب الفلسطيني في الاخر. انت اللي بتقول لو في حاجه في ايدي اعملها انا ما اعملهاش ليه؟ ما هو انا دلوقتي ثانيه واحده. طيب معلش يا استاذ عادل، ده كلام غير منطقي. بايدن وقع بسبب نتنياهو، ونتنياهو متمسك، ولما يقول ان يعني انت بتقول ان ليست فرصه لحماس انها تثبت جديتها. انت كلامك ده ثانيه واحده بس يعني افسر للناس. كمل كلامي. ايوه ما انت كملت اهو، ما انا بس هقولها بس انت تكمل. غزه هتتدك تماما لو سلموا الرهائن، اذا كان هناك رهائن موجوده لسه عايشه. سامع كلامي؟ إذا كان هناك رهائن موجودة لسه عايشة، لو اتسلمت الرهائن إسرائيل هتمحو غزة من على الأرض. يا راجل مش للدرجة دي، يبقى برضه هيبقى في ضغط أمريكي على الناس. أكتر من كده، هو في أكتر من اللي هي عملته. ما هو يعني 8 أشهر بتحارب، إيه؟ ما خلتش بيت سليم ولا مستشفى سليمة ولا كنيسة سليمة. أنا عارف إن يعني هو قالها رئيس هيئة الأمم المتحدة نفسه قال إن الحرب طبعا دمار على الشعب الفلسطيني. أنا معاك، لكن هل حماس لو سمع كلام بايدن لما يقول سلموا الرهائن الأول يا سيدي يسلم تلت اللي عنده ربع اللي عنده يا فندم في حاجة بس فرصة وبعدين نتكلم؟ إيه؟ يدي مين اللي ياخد فرصة؟ مين اللي ياخد فرصة؟ يعني مفيش حاجه في ايد حماس انها تعملها ايجابيه. اسرائيل قد اللي في غزه، الخراب اللي في اسرائيل قد اللي في غزه، لازم نعرف يعني كده. طب ما كده يبقى ما يعني برضو احنا بنقف يعني هنقف عند نقطه معينه. يبقى الطرح غلط من الاول يا استاذ عادل. بايدن لما يقول كده بايدن لما يقول كده يبقى مش هو ده الحل. ما هوش حل، هو قال لك علشان ما قالش الحل، هو قال علشان اوقف الحرب. يعني أزمة جدية حماس علشان أوقف الحرب زي ما أنت بتقول أهو. أنت قلت في وسط كلامك إن كان هناك رهائن، ما هو مش عارفين في رهائن ولا لسه. طيب يعمل هدنة ونتفاهم، وبعد كده ليك حق تعمل اللي أنت عايزه. لو في 5 عايشين إسرائيل أولى بيهم يا أخي. طبعا. ولا أنت مش معايا؟ أكيد، والشعب الاسرائيلي بيطالب بده. عايشين. اه طيب انا استغل الفرصه، هو ده وجهه نظري يعني. انا ما اعرفش، بص اسمعني يا استاذ هاني، انا وجهه نظري عايز انهي الحرب. هل لما يبقى في حاجه في ايد حماس تعملها ليه انا ارفضها؟ يعني لو عندي 100 لا لا اعمل 5 يا سيدي. انت متحامل على حماس. لا لا الكلام ده مش مظبوط. انا متحامل على حماس وليه ما تكون وليه اسرائيل ما تعملش كده؟ ده اسرائيل هي المتبهدله. لا انا مش متحامل على حماس، بس حماس هي اللي ودت غزه في داهيه. ما هو بتقول ليه حماس ما تعملش؟ طب وليه اسرائيل ما تعملش؟ ما تقبل الهدنه يا سيدي. اسرائيل ما بتعملش. متفرعن ليه زي ما بيقولوا؟ احنا جايب اخر خبر من اليوم السابع من قناه القاهره الاخباريه ان في صواريخ بتطلق على اسرائيل، في 50 اصابه و4 قتلى في الجيش الاسرائيلي. اذا عنده خسائر. حلو. هيوقف الحرب ازاي؟ وهو ما هو لو وقف الحرب هتبقى الخسائر اكتر للمدنيين استاذ هاني. ما انا برضه لازم رئيس الاخبار وتشوف قد ايه. ايوه بالظبط، الخسائر اكتر للمدنيين الفلسطينيين. ما انا ما بقولش هنا اكتر ولا هنا اكتر، انا عايز اوقف النزيف ده واستغل ان المجتمع الاسرائيلي من جوه عايز وقف اطلاق النار واعلن ايجابيه. ده وجهه نظري، ما اعرفش بقى حضرتك يعني بتقول حتى دي الفرصه دي كمان نضيعها. هم وافقوا على هذا الكلام، الفلسطينيين وافقوا على هذا الكلام، حماس وافق. ما وافقتش. ما وافقتش حماس، لم توافق على انها تتنازل عن الجزء حتى من الرهائن قصاد وقف اطلاق النار. ما وافقتش، عايزه هدنه الاول ونوقف اطلاق النار وبعدين واحد قدام بقى. يعني فاكره ان معاه جلعات شليط، يعني هي اللي على قديمه جلعات شليط قصاده 2000 واحد، فاحنا عايزين الخمسه السته اللي فاضلين ب 80,000 اللي موجودين في السجون الفلسطينيه وهكذا. يعني
أنا متخيل إن إسرائيل متعندة لموقفين، موقف نتنياهو السياسي، وأيضا الموقف إن الشعب فيه جزء كبير قوي خايف من التسلح في غزة، رغم إن هو الشعب الغزاوي هو شعب أعزل، لكن في الظاهر حماس خلته لا مسلح. أيوه. يعني هو الشعب الفلسطيني ليه مظلوم؟ لأنه هو شعب أعزل في الحقيقة، لكن بخمسة ستة بقى مسلح. ودي بقت مشكلة. لأنه عشان يجيب الخمسة ستة مسلحين المدنيين هيدفعوا الثمن. ولسه أعلنها أمين عام الأمم المتحدة النهاردة الصبح، قال الحرب على غزة نكبة على الشعب الفلسطيني اللي موجود في غزة، وإن في يعني حاجات إنسانية لا حصر لها ممكن تعدها ورا الحرب دي. فلو في فرصة في إيدي أنا، مصر ممكن تضغط على حماس بتسليم 5-6% اللي عندها. يعني أنا عندي 100 رهينة، ممكن أعلن عن 5 إن أنا أسلمهم حتى في ظلال الحرب دي، وأضغط وأقول بايدن صادق ولا مش صادق، ما يبقى عندي 95 ده لو عندي. معرفش يعني أنت طبعا محلل سياسي وموجود في الشرق الأوسط، لكن الخبر مضمونه بيقول كده. إن حماس ما تضيعش الفرصة ولصالح الشعب الفلسطيني ولو لمرة واحدة. لو بايدن طرح منطقي كان ممكن ثم يضغط على اسرائيل. ما هو ضاغط على اسرائيل، هو قادر على اسرائيل يا استاذ هاني، هو ما بيقدرش. اسرائيل مدلل حضرتك، لو عندك ابن مدلل وبتدلعه فانت ما تقدرش تضغط عليه. يبقى في مشكله بينهم، لكن تقدر تضغط عليه امتى؟ لما تبين ايجابيه من الطرف الاخر. هي دي النقطه. تفتكر لو بايدن، لو حد تاني غير بايدن كان قدر نتنياهو يتبجح بهذا الشكل؟ كان قدر لو حد من الديمقراطيين برضه. لا 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 لا، ما في تحالف، مش كل الديمقراطيين.